سيداتي وسادتي أسعد الله أوقاتكم خير. لقد هبطت الآن الطائرة في مطار دويدا لحصتك المحلي نشير إلى الساعة 1 ظهرا ودرجة الحرارة الخارجية هي 29 درجة مئوية. ترحبكم وسلامكم يا عليكم بقاء جالسين في مقعكم لننتظركم في الطائرة نهائيا وتطفى إشارة الشمس أحزمة المقاعد. مرة أخرى نود أن نشكر مسافركم مع دارنا الإمارة كما نرجو أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. شكرا وطابت أوقاتكم.